حد في الدنيا عنده موهبة وما لقاش التشجيع من أقرب الناس ليه اللي هم أهل بيته، عمره ما هياخد ثقة في نفسه. معانا محمد أشرف بطل كابيتانو، والدته مدام أسماء. مدام أسماء، منورة أهالينا. أهلاً بحضرتك. عرفينا بنفسك. أنا أسماء السمان، والدة محمد أشرف، بيلعب حارس مرمى في كابيتانو. محمد يعتبر أصغر ولد عندي، آخر العنقود. آخر العنقود بالنسبة لي. إمتى اكتشفتي إن هو بيحب الكورة؟ لا، هو موضوع الكورة دوت من وهو صغير، مثلاً يعني قولي كده 4-5 سنين. بس يعني ده اللي هو اللعب في البيت، لعب في الشارع، في المدرسة. بقى بدأنا لما دخلنا المدرسة بدأ يشترك في الدورات بتاعة المدرسة، بدأ أحس بياخد شهادات تقدير. كان عنده كم سنة بقى لما ابتديتي تنتبهي للموهبة وعايزة تنميها؟ 7 سنين. سبع سنين بدأ يعني، رحت وديته نادي بدل لعب الشارع وكده، قلنا بقى نروح نتجه اتجاه صح يعني. فكنت أخداه علشان يقدم. أنا في دماغي بصراحة أنه هو بيلعب كورة، بيحب الكورة. بس أنا معرفش أنه هو حاطط في دماغه أنه هو يبقى حارس مرمى. تمام. فأول ما الكابتن بيقول له، بيسأله بيقول له أنت بتلعب إيه يعني، عشان لسه بقى بنقدم وكده، بياخد بياناته. فرح قال له هقف حارس مرمى. أنا ساعتها أنا كنت اتفاجئت بصراحة. فقال له ماشي، وقف كده قاعد يشوط عليه. قال له لا تمام كده. وطبعا محمد كمان أشول. فهو الموضوع ده كان إيه يعني بالنسبة لهم، دي حاجة حلوة، ميزة بالنسبة لحارس المرمى. بدأنا من هنا بقى ان احنا ايه، خلاص بقى تمرين وكوره، وبدأ اتجاهه خالص كحارس مرمى، يحوش فلوسه عشان يجيب جوانتي كده. قبل خطوه كابيتانو، هل قدمتي له في اي نادي يعني، ما رحت اختبارات ناشئين في اي نادي؟ بصي هقول لك الحقيقه، احنا اولا يعني قبل كابيتانو على طول كنا بنروح اكاديميه.